الاسعافات بطلت تجيب اصابات، صارت تجيب شهداء. الخيمه هذه الخاصه بالشهداء امتلت، الاسعاف هذا وهذا جايبين كبشه من الشهداء. هنا كم ست شهداء، وهنا كم ست شهداء، وهذه الخيمه ممتليه، المستشفى مليانه اصابات. كل الناس بتنعي الشهداء. لأول مرة من 11 يوم نشوف هذا المشهد. مئات الإصابات والشهداء. مئات الإصابات والشهداء. غزة تتعرض لإبادة جماعية. والله العظيم غزة بتتعرض لإبادة جماعية. شايف قديش في ناس هنا قدهم كانوا في المعمداني، هذول نازحين قصرا. غزة بتتعرض لإبادة جماعية. والله العظيم غزة بتتعرض لإبادة جماعية. يا الله مستشفى انجليزي يا رب.